بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل السادس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه الثراشنج معايا. ومقصود بكلمة ثراشنج هنا يا جماعة إن هو إيه؟ إن النظام دوت بيعمل بيجنج أكتيفيتي، نشاط بيجنج عالي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو يتم فيه تبديل الصفحات تبديل بصورة مستمرة. طب هو التبديل بيتم ليه بصورة مستمرة؟ ليه التبديل عالي؟ ليه دايما البيجنج موجود؟ ليه دايما التصفح موجود؟ ليه دايما بيج بتخرج كفيكتم وبيج تدخل مكانها وتحل محلها في الايه، في الميموري؟ اكيد اكيد البروسيس مش لاقيه لها مكان، اكيد البروسيس شغاله والفريمز بالنسبه لها ها قليله، ودايما عمليه التصفح شغاله باستمرار وعمليه التبديل سوابنج شغاله باستمرار. معايا يا جماعه؟ فاذا ده عيب من ضمن العيوب اللي انت ممكن تشوفها في الانظمه اللي بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ ثراشنج، تصفح كتير. جميل، تعالوا نقرا مع بعض الجزء ده. بنقول when a system experiences a high degree of a paging activity we call this thrashing. لما بيعمل تصفح كتير وسوابنج كتير بنعمل ايه؟ ها بنقول عليه thrashing. جميل تمام. طيب شوف مكتوب ايه يا جماعه كمان. thrashing is caused سبب لايه بقى؟ ها by processes not having enough pages in memory. يعني تعتبر ممكن نقول ان هي ايه؟ ها سبب لان البروسيس مش لاقي اماكن في الذاكره. جميل؟ طيب ما تنساش بقى ان في حاجه اسمها ايه؟ لوكال ها ريبليسمنت زي ما اتفقنا قبل كده، وفي حاجه اسمها جلوبال ريبليسمنت، ودول احد الطرق اللي بنتغلب بيهم على مين؟ على ان احنا ايه؟ نضحي بايه؟ بيج ونحط بيج مكان ايه؟ بيج تاني. مش كده يا شباب؟ جميل. يبقى اذا بنقول لك احنا بنستخدم الجلوبال ريبليسمنت، واحنا قبل كده قلنا في حاجه اسمها كمان ايه؟ لوكال ريبليسمنت، من اجل عمليه ايه؟ التبديل والسوابك. جميل. طيب زي ما اتفقنا اهوت، بات كان ايفن هابن يوزنج ايه؟ لوكال ريبليسمنت. طيب يا جماعه خلي بالكم بقى، في نقطه مهمه عايزين نقولها، ان الثراشنج بروسيس ديت يا جماعه اكيد من كتر ما بيحصل ثراشنج ويحصل تبديل ويحصل بيجنج، اكيد استخدام السي بي يو ايه هيحصل له ايه؟ الاداء بتاعه هيقل. مش كده؟ لو سي بي يوتيلايزيشن، استخدام ايه منخفض لمين؟ ايه للسي بي يو طبعا. توقع بقى ديكريزنج او بيرفورمانس، ان هو بيقلل الاداء بتاع النظام. معايا؟ طيب بس خلي بالك دايما ده الاوبريتنج سيستم بيفكرش كده خالص، ده هو بيفكر دايما انه ايه يزود ديجري اوف مالتي بروجرامنج، او يبقى في عدد من البرامج يتم تنفيذها في ان واحد ويتم تحميلها في الذاكره في ان واحد. جميل، فهمنا عن ايه ثراشنج يا جماعه؟ جميل. طبعا انت ممكن لو تبصيت على الشكل اللي قدامك ده ممكن يوضح لك ان لو في مقارنه ما بين السي بي يو يوتيلايزيشن، استخدام السي بي يو، والديجري اوف مالتي بروجرامنج، ودرجه البرمجه، هنلاقي دايما ان كل ما درجه البرمجه بتزيد السي بي يو ايه اليوتيلايزيشن بتزيد بتزيد بتزيد، كل ما يبقى في عدد من البرامج بتشتغل في اي واحد السي بي يو يوتيلايزيشن بتزيد حتى يحدث الثراشنج. الثراشنج يبقى ايه؟ عدد من البيجز ها بيتم تنفيذها في ان واحد ومش شايلها مكان، مش مفيش فريمز تقعد فيه، فبيحصل الثراشنج، وطبعا اليوتيلايزيشن بتاع السي بي يو بتقل وبتنخفض وينخفض البرفورمانس الاداء. جميل، نكمل كلامنا. بنقول ايه بقى يا جماعه؟ بنقول في بقى حاجه اسمها لوكاليتي موديل، او نموذج اللوكاليتي. اللوكاليتي دي معناها ايه؟ النموذج اللي هو ايه بيحكي حكايه اللوكال البيج اللي هو الصفحه المحليه. معايا؟ جميل. طب هو مقصود ايه بكلمه لوكاليتي هنا يا جماعه؟ المقصود بها مش معنى حرفي، معنى معنوي. معنوي يعني ايه؟ بنقول ايه؟ بنقول ان بعض البيجز ها بتتعاون مع بعضها البعض بصوره اكتف يعني نشطه، بحيث ان عدد من البيجز لنفس البروسيس بتقوم مع بعضها بعمليه مهمه، تاسك مهمه محدده. فالتاسك دي يا جماعه ها لما بتقوم بيها كانهم مجتمعين مع بعض، كانهم كلهم ماسكين ايد بعض موجودين في الايه؟ في الميموري. لما بيخلصوا شغلهم وبيخرجوا كلهم مع بعض بيبقى فاضي اماكن لناس تانية برضه متعاونه تدخل مع بعضها البعض. فموضوع التعاون اللي بيتم ما بينهم دول هم موضوع اسمه اللوكاليتي. معايا يا جماعه؟ اه. فاذا المقصود بكلمه لوكاليتي هنا مجموعه من البيجز المتعاونه النشطه اللي بتقوم بمهمه واحده وكلهم موجودين في حته في الذاكره واحده، طبعا في عدد من الفريمز وهي متتاليه او جنب بعضها.
جميل. طيب امتى بقى بيحصل استراشنج في الحته دي يا جماعه؟ تفتكروا امتى؟ صح، برافو عليك. لما المجموعه دي تخرج مع بعضها وتيجي مجموعه جديده تقعد مكانها. اذا شغل المجموعات دوت المتعاونه دوت نقدر نحكي فيه استراشنج لما المجموعه دي كلها تخرج مع بعضها. عشان كده تيجي نقرا مع بعض، بيقول لك ايه اللوكاليتي مودول، نموذج اللوكاليتي. بنقول ايه اللوكاليتي ده عباره عن ايه الاول؟ سيت اوف بيجز ذات ار اكتيفلي يوزد توجذر، دايما نشطين مع بعض وبيشتغلوا مع بعض. جميل. وان البروجرام از كومبوزد اوف سيفرال ديفرنت لوكاليتيز، يعني البرنامج الواحد ممكن تلاقي فيه عدد من اللوكاليتيز، مجموعه من ايه؟ ها، من الايه؟ البيجز التي تتعاون ونشطه مع بعضها وممكن يتداخل شغلهم مع بعض. جميل. تعالى بقى نقول ايه بقى، ان البروسيس ميجريتس فروم، ها، تنتقل من وان لوكاليتي تو انذر، يعني ايه؟ مجموعه تخرج ومجموعه تدخل، مش كده؟ طيب اف وي الوكيت انف فريمز تو اكوموديت ذا لوكاليتي فولتس ويل اون لوك. امتى بقى يحصل بيج فولت؟ لما يحصل ترانزيشن ما بين مين؟ ما بين الجروب الاولاني والجروب الثاني. معايا يا جماعه؟ هنا السؤال بيقول لك ايه، هو داست ايه ثراشنج اوكير، امتى يحصل ثراشنج في موضوع اللوكاليتي ده يا جماعه، في موضوع الجماعات المتعاونه دي؟ بقول لك والله لو اللوكاليتي سايزز، لو حجم اللوكاليتيز، يعني لو عدد عندك اكتر من لوكاليتي كل حجمها على بعضها كده مجموعهم اكبر من التوتال نمبر سايز، طبعا يحصل ثراشنج على طول، مش كده؟ يبقى اذا هذه المجموعه المتعاونه لو مجموعهم مع بعض، كل مجموعه ضفتها على مجموعه ثانيه ضفتها على مجموعه ثالثه، حجمهم اكبر من حجم الذاكره، اكيد هيحصل سراشنج، اكيد هيحصل بيجنج، واكيد هيحصل سوابنج كتير، والايه؟ والاداء هيقل، مش كده؟ والبرفورمانس ايه؟ هيقل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.